الهيستولوجي اوف ذا ريسبيراتوري سيستم. والهيستولوجي هذا في العمل عليه اربع اسئله، يعني اربع علامات من 20. فديروا بالكم عليه كويس. اول سلايد ليش بشتغلش ايش؟ ايوه شو عملتي؟ خلص بشتغل؟ ايوه خلص. طيب اول سلايد عندنا section in the larynx. فاللارينكس زي ما بنعرف انه عبارة عن box of cartilage، ونوع الكارتليج هيالاين كارتليج. وطبعا from inside في عنا ميوكوزا. الان كيف شكل السكشن؟ جاي longitudinal section وبمر في الفنتريكل. فالان لو اطلعنا بنلاقي هذا الفنتريكل، هذا above الفنتريكل يكون false vocal cord، وتحت الفنتريكل يكون true vocal cord. اذا السكشن ماخذ الفنتريكل above اللي هو الفولس وبلو الترو، هذا الفنتريكل. هاي نفس الصورة، هذا الفنتريكل وهذا اللايني epithelium of the ventricle. شو راح يكون نوعه؟ respiratory. نفس الفنتريكل نوع الابيثيليوم respiratory. هذا ببين الكارتليج وهو هيالاين كارتليج. فراح نشوف تفاصيل السكشن. هذا الفنتريكل هي واضح، هذا فيستيبولار او فولس فوكال كورد، وهذا اللي هو الترو فوكال كورد. كيف بدنا نفرق بيناتهم؟ اللايننج ابيثيليوم للفولس ريسبيراتوري، يعني سودو ستراتيفايد سيليتد اند جوبلت سيل، هذا وتكملته داخل الفنتريكل كله نفس اللاين. الان لما نروح على الترو فوكال كورد بنلاحظ انه الابيثيليوم بتغير، بتحول الى ستراتيفايد سكواماس نون كيراتينايزد. هون بعدين بنلاحظ انه من مكونات الترو فوكال كورد في عندي هون فوكاليز مصل، وهون بلاقي فوكال ليجامنت. تتذكروا قلنا ايش المكونات لترو فوكال كورد؟ قلنا في له لايننج ابيثيليوم، في ليجامنت، وفي فوكاليز مصل، نو سب ميوكوزا. تتذكروا قلنا هذه من الكاركترز. ف راح نشوف تفاصيل اكثر الان. هذا الفنتريكل هايو، وهذا الفولس، وبنلاحظ الابيثيليوم كله سودو ستراتيفايد سيليتد اند جوبلت سيل لغايه هون. لان هون تغير الابيثيليوم وصار ستراتيفايد سكواماس نون كيراتينايد. برضه الفولس له كاركترز ثانيه، انه في سيرو ميوكاس جلاند. تتذكروا قلنا في ساكيول، هذا الساكيول بيبقى ديب لمين؟ للفولس. وبالتالي قلنا في جلاند، شو نوع الجلاند؟ سيرو ميوكاس جلاند. هيا هذه الجلاند قلنا الها دكت بتروح فاتحه على اليومن هون على السيرفيس. وين بتنزل؟ كلها بتفتح وبتروح على الترو فوكال كورد. وانا جاي فروم ابوف داونورد،
يعني هذا السكشن مفروض نعمله بطريقة انه هذا أبض هذا بلو والفنتريك الجاي بنعته، بس الصورة جاية بالطريقة. اذا ميزة الفولس انه في سيرو ميوكاس جلاند. هل هذه موجودة على الترو؟ لا، السكريشن بيجي له جاهز بيعمل له لابريكيشن. فاذا هون ميزة في جلاند، هون بالعكس في مصل سميناها فوكاليز مصل، وهي العضلة استرياتد مصل، رح نورجيكم ليش استرياتد. هذا الهيالين كارتليج، اخذنا قلنا الهيالين كارتليج جواته في كوندروسايت، والكوندروسايت بتبقى جوا اللاكيوني بتعمل لي نست جواها، فيعني اخذتوه انتو مع الكونكتيف تيشو الهيالين كارتليج. فاذا هاي هيالين كارتليج نبين، واحنا قلنا اللارينكس معظمه كارتليج. الان نركز على الترو فوكال كورد، قلنا اللاينينج مختلف ستراتيفايد سكوامس نون كيراتينايز. بعدين في ليجامنت، وهذا الليجامنت اسمه فوكال ليجامنت. من ايش تكون؟ قلنا من الابر ثري بوردر اوف كونس الاستيكس اللي هي كريكو ثايرويد ممبرين، كريكو ثايرويد ممبرين. طبعا بميز الليجامنت انه في كميه كبيره من الالاستيك فايبرز. برضو هذا الفنتريكل، وهون الفوكاليز مصل. طب الفوكاليز مصل استرياتد، عشان هيك لما نطلع على النيوكليار بنلاقيها بيريفرال، بيريفرال النيوكليار. هذه ميزه الاسترياتد مصل، فيها مالتيبل وبيريفرال النيوكليار. هاي صوره اوضح للفوكاليز، هاي النيوكليار كلها بيريفرال ومالتيبل. هاي مبينه عندي جلاند، جلاند بتيجي بلو لترو فوكال كورد. الريسبيراتوري ابيثيليوم واضح عباره عن سودو ستراتيفايد سيليتد وجوبلت سيل. هاي الجوبلت سيل تبقى لونها ابيض عشان الديزولفينج اوف الليميوسين. الجلاند قلنا بتكون سيرو ميوكاس جلاند، سيرو ميوكاس بعضها زي هاي ميوكاس واحد والباقي بيكون سيروس. وين موجودة هاي؟ على الفولس فوكال كورد، ميزة للفولس. برضو هذه صورة للإبيتيليوم، هيها سيلياتد سودو ستراتيفايد سيلياتد أم جوبلت سيل، موجود في كل الفنتريكل أند الفولس. إذا أول سلايد على سكشن إن دي لارينكس، وبينا فيه فولس وترو فوكال كورد والفرق بيناتهم من ناحية اللايننج إبيثيليوم، ومن ناحية الستراكشر أنو في جلاند أنو فيش في جلاند، وأنو في ليجامنت وإلاستيك فايبرز. الآن سكشن رقم 2 اللي هو سكشن إن تراكيا. التراكيا بميزها الهيالين كارتليج، هذا اللون أسود هيالين كارتليج، ماخذ سي شيب absent posteriorly اللي هو رقم 2. هاي تراكياليز مصل، شو نوعها؟ سموث مصل، سموث مصل يعني innervated by autonomic nervous system. lining epithelium، هذا lining epithelium ما ناخذ بالنا هذا esophagus، وانا دائما التراكيا it lies
anterior to the esophagus. اليومن دائما في الاسوفيغاس بيبقى كولابس. امتى بيفتح؟ مع الديجلوتيشن والديسندينج اوف بولس. اما التراكيا بالعكس دائما اليومن اوبن فور ذا باسج اوف اير، وسبب وجود السي شيب هايلاين كارتليج. طبعا مهم ايش اللايرز بين الاسوفيغاس والتراكيا. تذكروا ان الاسوفيغاس لايننج ابيثيليوم شو بيكون؟ ستراتيفايد سكواماس نون كيراتينايز، بينما التراكيا سودو ستراتيفايد سيلياتيد ان جوبلت سيل. الطبقه اللامينا بروبريا موجوده في الجهتين، وبتمتاز انه فيها جلاند. ماسكولاريزم ميوكوزا موجوده في الجهتين، تبقى ثين ريبون اوف سموث ماسك. الصب ميوكوزا موجوده برضه في الجهتين، قلنا فيها البلاد فيزلز والليمفاتيك وهي كونكتيف تيشو، وممكن نلاقي فيها جلاند بالذات في الاسوفيكاس. الصب ميوكوزا في جلاند. في الريسبيراتوري ممكن من اللامينا للصب ميوكوزا نلاقي برضه في جلاند. في اللامينا بروبريا في الليمفوسايت والليمفاتيك نوديول عندي لم. الان بعد الصب ميوكوزا في الريسبيراتوري عندي السبورتيف اللي هي هايلاين كارتليج فيها سموث مصل، بينما في الاسوفيغاس شو كان عندي؟ انر سيركولار واوتر لونجيتودينال سموث مصل. اخر طبقه ادفنتيشيا اللي هي طبقه من الكونكتيف تيشو. نركز الان على التراكيا. شايفين هذا الهايلاين كارتليج، هي واضح هاي تراكياليز مصل. الطبقات اللي راح نشوفها، هاي اول طبقه اللي هي لايننج ابيثيليوم ونوعها سودو ستراتيفايد سيليتد كولامنر اند جوبلت سيل، وبعديها ثلاث طبقات اللي بعد اللايننج في لامينا بروبريا وماسكولاريز ميوكوزا، بعدين السبورتيف لاير هايلاين اند سموث مصل، واخر حاجه اللي هي طبقه كونكتيف تيشو بتكون ادفنتيشيا. هاي اوضح. شوفوا هاي التريكيالز مصل واضحه وهي سموث مصل، هذا الهايلاين كارتليج اوكي، وهذا اللايننج ابيثيليوم. هاي راح نشوفه بالتفصيل. الصوره هاي هذا اللايننج ابيثيليوم سودو ستراتيفايد اند جوبلت سيل، وهي اللي هي طبعا الثلاث طبقات هون صغار، بعدين سب ميوكوزا، بعدين سبورتيف هايلاين كارتليج، وبعدين كونكتيف تيشو لاير اللي هي ادفنتيشا. برضه الصوره هاي اللايننج ابيثيليوم، هاي جلاند موجودة في اللامينا بروبريا وممكن اكستند تو سب ميوكوزا، ممكن نلاقيها برضو اكستند للسب ميوكوزا، هون في اللامينا هون في السب ميوكوزا. هذا الهايلاين كارتليج وهي الكونكتيف تيشو لاير. هاي الجلاند سيرو ميوكس جلاند، وهذا الهايلاين كارتليج، وهذا اللايننج ابيثيليوم. طيب السيرو ميوكاس جلاند هذا توضيح لها، هيها مبينه، وانها موجوده في اللامينا بروبريا اند سب ميوكوزا،
ولازم إلها دكت بتوصل لليومي. هاي الأدفنتيشيا واضحة، عبارة عن كونكتيف تيشو، في بلاد فيزلز ونيرف فايبرز، وهاي الهيالاين كارتليج. إذن شفنا سكشن إن تراكيا، وهاي الهيالاين كارتليج واللاين إنهبيتيليوم والجلاند والأدفنتيشيا. الآن راح نقارنها بالإكسترا بالموناري برونكس. قلنا التراكيا نهايتها رايت تو ليفت مين برونكاي، وهاي المين برونكاي تبقى إكسترا بالموناري، ما وصلت اللنك. طب إيش اختلافها عن التراكيا؟ بنلاقي أهم إشي الهيالاين كارتليج، بدل سي شير بتصير بليتس أوف هيالاين كارتليج، لكن هاي البليتس عددها كبير وسراوندينج اليومين، يعني السبيس اللي بيبقى بتوين تو بليتس بيبقى نارو سبيس زي. أما باقي اللاير دي سيم، يعني اللايننج إبيثيليا دي سيم، السابيليوكوزا واللامينا بروبريا دي سيم، وفيهم جلاند، هاي جلاند. الهيالاين كارتليج قلنا هون سي شيب هون بليتس، والأدفنتيشيا دي سيم. ليش سميناها إكسترا بالموناري؟ لأنها برا اللنج، فيش لنج تيشو حواليها. هاي اللي هي الإكسترا بالموناري برونكاس، هاي البليتس أوف كارتليج، وهذا النارو سبيس أوف كونكتيف تيشو بتوين البليتس، سبيس أوف كونكتيف تيشو بتوين البليتس. طيب الآن إنترا بالموناري برونكاس، بعد البرايمري عندنا سيكندري، والسيكندري هم نفسهم شو بسميهم؟ انترا بالموناري لوبر برونكاي، لوبر حسب اللوبس. طيب ايش ميزتهم؟ مدام انترا بالموناري اذا في لونج تيشو، شايفين هذا كله لونج تيشو سراوندينج البرونكاس، سراوندينج البرونكاس، هاي البرونكاس هاي واضح. طيب في ايش اختلفت؟ الان البليتس، شايفين هذه بليتس اوف كارتليج، جاي بحيط برضه اليومن من كل الاتجاهات، يعني عامل زي سيركولار برضه، وبرضه نارو، شايفين نارو بتوين البليتس، نارو كونكتيف تيشو بتوين البليتس. اذا اختلفت عن المين برونكاس في ايش؟ انه هاي انترا بالموناري، المين برونكاس كانت اكسترا بالموناري، لكن اليومن اللايننج ابيثيليا ذي سيم، برضو سودو ستراتيفايد سيليتيد اند جوبلت سيل، هاي موجود. عدد لو طلعت على الجوبلت سيل هون بتلاقيها اقل من اللي قبليها. برضه لو طلعنا على السموث مصل، طلعي هذه السموث مصل هي بلشت تبين از باتشز، اذا السموث مصل بدها تزيد تستني، فهي بلشت هون تبين، هي واضحه. الجلاند موجوده بس برضه بتكون اقل الجلاند. هلا هون ببين لمفاتيك نوديول، احد ميزات البرونكاي لما تدخل اللنج انه بتكون معاها لمفاتيك نوديول، فكان الليمفوسايت سكترد، هون بلشت تتجمع، شايفين هاي التجمعات بسميها لمفاتيك نوديول، وهذه بتظهر لما البرونكاس تدخل جوا اللنج، بصير لمفاتيك نوديول. اذا
لما بدي اقول ايش ميزات الانترا بالمونري برونكاس بقول نمبر 1 انه في لانج تيشو، هاي نمبر 1 انترا بالمونري. نمبر 2 دي سيم لايننج ايبيثيليوم لكن الجوبلت سيل اقل من الابليها، الجلاند اقل من الابليها. هون ظهرت عندي ليمفاتيك نوديول، البلايتس اوف كارتليج هي موجوده برضه سيركولر حوالين اليوم. طيب هاي برضه بتوضح الهيالاين كارتليج، هي واضح، والليمفاتيك نوديول هيها، والجلان زي ما قلنا السموث مسل بتزيد. شايفين كل هاي سموث مسل موجوده في اللامينا بروبريا، في اللامينا بروبريا هون هاي، وممكن الاقيها في الصب ميوكوزا يعني قبل الهيالاين كارتليج. اوكي برضو نفس الشيء، هذا اللايننج ابيثيليا، هاي الجوبلت سيل، هايها هاي سودو ستراتيفايد سيليتد، هاي جلاند هي واضحه، هاي سموث مسل، وهاي ليمفاتيك نوديول، وهاي هيالاين كارتليج، وطبعا هنلاقي حواليها لانج تيشو. هون في لانج تيشو. طيب اللايننج ابيثيليوم زي ما قلنا سودو ستراتيفايد سيليتي، هاي الجوبلت سيل واضحه، هيها هيها، وهذا سيليتي سودو، هاي سموث مسل، وهاي ليمفاتيك نوديول، ليمفاتيك نوديوم. برضو هاي نفس الصورة انترا بالمونري برونكاس، وهاي الهيالاين كارتليج سراوندينج، اكيد هادي ابعد من اللي قبليها. ليش؟ لانه عدد الهيالاين كارتليج صار اقل من اللي قبليها، كان هديك اكتر، هاي عمالها بتقل، لكن اللانج تيشو موجود، يبقى هذه انترا بالمونري واضح اللانج تيشو، والهيالاين كارتليج هون طبعا في باتشز اوف سموث مسل، هي واضحه حوالين اليومن. الان كيف نقارن بين سمول ولارج برونكاس؟ اللارج يعني زي اللوبر، والسمول زي السيجمنتد. سيجمنتد بلاحظ انه السيجمنتد عدد الهيالاين كارتليج اقل. احنا الان سيجمنتد يعني مور ديستالي، طبعا دخلنا على اللوبيول، وبالتالي نمبر اوف هيالاين بنلاقيهم 2 اور 3 فقط، مش حوالين كل اليومن زي هاي تختلف. اذا هيالاين كارتليج اقل، نطلع على السموث مسل اكثر. شوف السموث مسل عامل زي الريبون، ريبون يعني متكامل لافه بالكامل. نطلع على اليومن، نقطه مهمه في اليومن، اللايننج ايبيثيليوم على اليومن عامل فولدينج. شو سبب الفولدينج؟ انه الكارتليج اقل والسموث مسل اكثر، فهذا بيعمل كونتراكشن وبيعمل فولدينج اوف ذا لايننج ايبيثيليوم. فالميوكوزا بلاقيها عند فولدينج، هون ما في فولدينج، هون ما في فولدينج، فالسموث مسل اكثر، الكارتليج اقل، طبعا الجوبلت سيل اقل، الجلان اقل من اللي قبليه، هاي مبين، واللانج تيشو اكثر طبعا، وممكن الاقي حواليها بلاد فيزلز، بصير بالمونري فيزل سواء ارتري او فين عددهم اكثر. هاي السمول الان اوضح، شايفين هوني في ثلاثه كارتليج واضحين الفولدينج، واضح بلاد فيزلز بالمونري مبين، هاي الفولدينج بلاد فيزلز،
lung tissue, two or three hyaline cartilage. إذا نحن ماشيين تدريجياً نبين عنا هاي توضيح أكثر انترا بالمونري هذا blood vessel هذا الفولدينج هاي الهيلاين كارتليج واللنج تيشو نفس الطريقة إيش نوع الإبيتيليوم ما زلنا سودو ستراتيفايد سيلياتيد كولومنر أند جوبلت سيل بس الجوبلت عددها أقل هاي سموث مصل واضحة وهذا الهيلاين كارتليج واضح نفس الصورة مكبرة الآن تيرمينال برونكيول الآن خلصنا كلمة برونكاي أو برونكاس بدنا نروح برونكيول قلنا كلمة برونكيول الديامتر أصغر طبعا باتجاه اللنج احنا رايحين أبعد برونكيول تساوي no cartilage at all ما في cartilage هذه ميزة no cartilage فلذلك بنطلع أولا بتلاحظ الفولدين of اليومن أكتر في البرونكيول ليش؟ لأنه ما فيش cartilage والسموث مصل أكتر فالفولدين أكتر مبينة زي الستار هاي برضو حواليها بالمونر فيزيلز ولانج تيشو هذا كله لانج تيشو واضح إذن هاي تيرمينال برونكيول الفولدين واضح السموث مصل أكتر طبعا كلمة برونكيول كمان بتغير اللايننج إبيثيليا ليش بتغير؟ بصير عندي سيمبل كولومنر سيلياتيد وسيمبل كيوبويدال سيلياتيد هاي في البرونكيول الجوبلت سيل فيو قليل الجلاند برضو فيو قليل في البرونكيول وكل ما نروح ديستالي تختفي هذه بداية اللي هي البرونكيول فلذلك بدنا نركز على اللايننج ابيثيليوم على الكارتليج جوبلت سيل جلاند سموث مصر هدول الاشياء مهمين هاي صورة اوضح مبين اللايننج ابيثيليوم كله عبارة عن سيمبل كولومنر سيلياتيد هاي السموث مصر كميتها اكتر اوكي في البرونكيول بترجع بدل لمفاتيك نوديول لمفوسايت فاللمفوسايت بترجع سكتر هاي الصورة مبين فيها الفولدينج هاي واضح واللايننج ابيثيليوم سيمبل كولومنر سيلياتيد والسموث مصل موجودة هاي هون أكتر هاي واضحة هدول اللمفوسايت سكتر لمفوسايت طيب نو كارتليج طبعا مش ممكن نلاقي كارتليج برضو صورة واضحة سيمبل كولومنر سيلياتيد والفولدينج واضح هاي السموث مصل كميتها كبيرة وما في عندي كارتليج نطلع على الجوبلت سيل شوف يعني ممكن هون الاقي واحد بس هاي وإذا دورت ألاقي كمان فبيبقوا few goblets in gland هون مش مبين gland absent خلاص اختفت برضو هاي الصورة بعد terminal bronchiole في عندي respiratory bronchiole هاي respiratory bronchiole شايفين هاي جنبها blood vessel برضو هون هاي blood vessel اوكي هون مبين عند السيرفس عليه البلورا اللي هي فيسيرال بلورا لازع على اللنج تيشو الان ايش ميزه الريسبيراتوري قلنا اوبن اون الفيولاس الفيولار داكت هي الفيولار داكت هي بتفتح على الفيولار داكت
وراح نشوف ايش الكاركترز للريسبيراتوري. شايفين هذه الريسبيراتوري هيها، وهذا اللي هو بلاد فيزلز بالمونري، وهيها فاتحة على الفيولار دكت، نهايتها الفيولار ساك، هذا بسميه الفيولار ساك، هاي الفيولاس وهاي الفيولاس، هاي السموث مصل اللي بسميها نوبس اوف سموث مصل، جاي هون جاي هون وجاي هون وجاي هون. طيب اذا اول ميزة للريسبيراتوري برونكيول opens on alveolar duct. بعدين قلنا كلمة اتريا، اذا كان في عندي تو باسج، تو باسج من الالفيولار دكت بسميها اتريا. ايش اللايننج ابيثيليوم للريسبيراتوري برونكيول؟ احنا قلنا جراديوال تشينجز، لذلك في البدايه راح يكون سيمبل كيوبويدال سيلييتد ونون سيلييتد، يعني كلارس، والنهايه هون بلاقيها سيمبل سكواماس ابيثيليوم، هون وهون سيمبل سكواماس ابيثيليوم. اذا ثلاث اشياء في الريسبيراتوري برونكيول، سيمبل كيوبويدال سيلييتد ونون سيلييتد اللي هي كلارا سيل، وسيمبل سكواماس ابيثيليوم. طيب ايش بالنسبه للسموث مصل؟ قلنا موجود فيها سموث مصل بس كميتها اقل من التيرمينال برونكيول، وبتتحول بعد هيك لايش؟ لنوبس اوف سموث مصل، لانه السموث مصل هون ما لها قيمه خلاص، اللي بحل محلها حوالين الالفيولاي الاستيك فايبرز وريتيكولار فايبرز. هاي الالفيولار دكت، بيني هاي الالفيولاس، هاي اللايننج ابيثيليوم. لذلك في البداية راح نلاحظ انه هوني سيمبل كيوبويدال سيلييتد، وممكن هون الاقي نون سيلييتد اللي هو كلاراسيل، بعدين هون كله سموث مصل، زي هاي زي هاي زي هاي سموث مصل، هاي نوبس اوف سموث مصل. كبرها اكثر، شايفين هاي الصورة، هاي كلاراسيل هي واضحة نو سيليا كيوبويدا، بينما هدول عليهم سيليا، هاي ما عليها سيليا ولارج مبينة للنيوكليوس تبعتها. إذا هذا اللايننج ابيثيليوم للريسبيراتوري برونكيول، إنه في كلاراسيل وسيمبل كيوبويدال سيلييتد، وبعدين بعد المنطقة هاي بصير سيمبل سكواماس ابيثيليوم، سيمبل سكواماس ابيثيليوم. اذا هدول سيلييتد، شوف هذه نون سيلييتد هي واضحه، هون كمان ممكن نون سيلييتد، اوكي هاي اوكي. اذا طلع على السموث مصل كميتها قليل، كميتها قليل. فاذا لازم نعرف الفرق بين تيرمينال برونكيول وريسبيراتوري برونكيول. هاي السموث مصل اللي قلنا بتعمل نوب، هاي الكلارا سيل نو سيليا، هاي بالعكس سيلييتد سيمبل كيوبويدا. الفروقات واضحه. طيب خلصنا الان البرونكيول، ناتي الى اللنج تيشو. اللنج تيشو عباره عن ايش؟ عن الفيولاي. تتذكروا ان الالفيولاي هاي الفيولاس هاي الفيولاس هاي الفيولاس، بيناتهم لو اخذنا هاي الالفيولاس وهي، شوف لي بيناتهم انتر الفيولار سيبتم او انتر الفيولار وول وول، وبعدين في كورنرز زي هاي كورنرز كورنرز بتوين الالفيولاي، قلنا كور زي بتاعت التنس حطهم جنب بعض، فتلاقي بيناتهم في كورنرز اكيد، وتنتين جنب بعض في بيناتهم وول.
الآن إذا بتتذكروا هاي الوول، هي مبين هون، هي مبين هون، مبين هون، هاي الفيولار دكت، دائما النهاية بتعمل لي الفيولار ساك، الفيولار ساك زي ما هو مبين أمامي، هاي مثلا نهايتها الفيولار ساك. هاي الالفيولار وول او السيبتوم، هي زي هذا زي هذا زي هذا. طبعا الانتر الفيولار سيبتوم ايش مكوناته؟ قلنا في حاجه اسمها انترستيتيوم. ايش هو الانترستيتيوم؟ كابيلاريز اند كونكتيف تيشو. وبرضه في الوول اذا كان منطقه بتكون فيري ثين ممكن الاقي فيها respiratory membrane اللي هو respiratory barrier air barrier، وان هذا بيبقى من ضمن الوول. بس شو شروطه؟ انه بيبقى very thin، وعلى one side بتبقى alveolus وعلى the other side بتبقى ايش؟ capillary. هنشوفهم. فاذا هذا السيبتوم مبين، رح نشوف انواع الخلايا. نطلع الآن، هلا هاي تايب 1 نيوموسايت أو الفيولار سيل تايب 1. ليش؟ لأنه موجود هذا الالفيولار اليومن وفلاتند سيمبل سكواموس إبيثيليوم. إذا هاي وما حواليهاش ار بي سيز، ما حواليها ار بي سيز، إذا هاي تايب 1 نيوموسايت. اما تايب 2، طلعوا تايب 2 ما حدا بيقدر يخربط فيها. ليش؟ لارج سيل لنيوكلياس كيوبويدال كومون ان ذا كورنر، زي هاي هاي الكورنر، وهذا اللي بتفرز لي السيرفاكتنت. الان وين المشكله؟ كيف تفرق بين تايب 1 والاندوثيليال سيل؟ هلا الاندوثيليال برضه النيوكليوس تبعتها والسيل سيمبل سكواموس ابيثيليوم، بنسميها اندوثيليال، بنلاحظ حواليها ار بي سيز. اذا هاي تحت الميكروسكوب لما تطلع تلاقي حواليها ار بي سيز، اذا ار بي سيز يبقى هذه اندوثيليال، وهي مبينه، هاي هذه ار بي سيز، هي مبينه هون، هاي ار بي سيز، اذا هاي اندوثيليال زي هاي. فلازم تفرق بيناتهم. هاي صورة تانية، هاي سميتها اندوثيليال سيل حواليها ار بي سيز، هاي كل هاي ار بي سيز. اما تايب 2 هيها لارج، تايب 1 هذه الفيولاس وهيها فلاتن وجاية على الوول وما فيش حواليها شيء. اذا لازم نفرق بين ثلاث أنواع من الخلايا في السيبتوم، اللي هي endothelial cell type 1 and type 2 alveolar cell. بالنسبة للبلورا قلنا في عنا نوعين، parietal وvisceral. النوعين عبارة عن mesothelial cells اللي هي برضه سيمبل سكواموس ابيثيليوم. هلا الفيسيرال تبقى لازقه على السيرفيس اوف ذا لانج وتحتيها مملوء الاستيك فايبرز، كل هاي الاستيك ومعاها ريتيكيولار فايبرز. هذه ميزه لانه اللانج تيشو، مين اللي بيساعد على الانفليشن والديفليشن؟ هو الريتيكيولار اند الاستيك فايبرز. فهاي اذا فيسيرال بلورا. البريتال زيها بس بتبقى لازقه على الانر سيرفيس للثوراسيك كيج. الان اخر انواع الخلايا هي الماكروفاج سيل اللي بنسميها دست سيل. شايفين هاي لونها اسود، هي الدست سيل. وان الاصل الاوريجن تبعها من وين جاي؟ من المونوسايت سيلز. المونوسايت هي اللي بتعطيني الماكرو
فيجز. وين بلاقيها الدست سيل؟ طبعا موجوده في اللنج تيشو وموجوده في البلورا وعلى السيرفيس والانسايد وفي الميديا ستاينم، بلاقيها مليه اللنج تيشو كله. وزي ما حكينا مين عدده اكثر، تايب 1 نيوموسايت ولا الدست سيل؟ الدست عددها اكبر، هي الموست نيوميرس ان لانج تيشو. فهي الصوره بتبين لي اللي هو الدست سيل. اي اسئله؟ هيك خلصنا واحكي.